ثانية واحدة، أنا عارفة إن أنت دايماً بتدوري على حاجة تستخدميها لشعرك تقلل التساقط وفي نفس الوقت تقوي بصيلات الشعر. ده سبراي اسمه إنرجايزر، وهو وظيفته إن هو بيقوي بصيلات الشعر وكمان بيحفز نمو الشعر وطوله وبيدي صحة عامة للشعر. أنتوا متخيلين إن العلبة دي معايا من رمضان اللي فات، غني بتكنولوجي اسمها بايوفيرم، وفي كمان توليفة إيربس حلوة جداً جداً بتساعد على تقوية الشعر. مكوناته حلوة جداً، وأحسن حاجة إن هي بتغذي الشعر نفسه، يعني أنت ممكن ترشي السبراي على الشعر نفسه هيديكي نعومة وهيديكي انسيابية وخفيف جدا جدا على الشعر. مش شرط تستخدميه كل يوم، بس احسن استخدام ليه هو بعد الشاور. ممكن ترشي على فروة الراس وكمان على الشعر. رشي على فروة راسك اللي يكفيها وتحسي ان انتي قادرة تعملي مساج لشعرك. على فكرة المساج اهم حاجة في الخطوات دي كلها. وطبعا ما ننساش الفيتامينز بتاعتنا، وان شاء الله هتلاقي منه نتيجة تحفة وسعره يشجعك جدا ان انتي تشتريه.